السلوي أداة من أدوات الصيد مع البدو في الصحراء الغربية الكبرى، حيث يستعان بهذه الكلاب في صيد الأرانب، والتي توفر لهم جانبا من الصيد في هذه الصحراء الخالية. يعتبر السلوك كلب صيد في المقام الأول، ولا يعد من كلاب الحراسة، حيث يمتاز بجسم رشيق وبقوائم طويلة وبطن ضامر وفك قوي، كما يتميز بنظر حاد وسمع مرهف. كما يعرف السلوك بأنه مطيع أليف يتقبل التعليم والتدريب، وأنه وفي أمين لصاحبه. إن جسم السلوكي الرشيق مع قوائمه الطويلة جعل منه كلبا سريعا في المطاردة وماهرا في ملاحقة الطرائف. يبدو أن الفرصة قد سنحت للطراح لاستعراض مواهبه في المطاردة. كما يعد الصقر لاعبا اساسيا في عالم الصيد مع بدو الرمال، فالصقر الدارس الاخافي بعد الصياد والسلوك، حيث يحتفظ بعض البدو بالصقور في موسم الشتاء لصيد بعض الطيور المهاجره كالحباري والكراوين التي توجد بشكل نادر وقليل في صحراء الربع الخالي. كما يستعان بالصقر ايضا في صيد الارانب. تخرج الأرنب من مكمنها عند إحساسها بالحركة من حولها. يبدأ السلوك مطاردتها وإشغالها، ومن ثم يطلق الصياد الصقر في إثر الكلب على الأرنب ليفسح المجال للصقر بهجومه الجوي وانقضاضه السريع، فيما الأرنب منشغلة بالمطاردة وتحاول الإفلات من الكلب في ملاحقته الأرضية، ولا تعلم بأن الموت قادم إليها من السبب. يمارس سكان هذه الصحراء الصيد بشكل رشيق، فصيدهم لا يتعدى حدود الحاجة، ولا يمارس إلا في أوقات الفراغ فقط، فهم أكثر الناس ارتباطا بهذه الأرض، وأكثرهم حرصا على الحفاظ على فطرتها. لكن الخطر الحقيقي يكمن في اختراق بعض حملات الصيد لأطراف هذه الصحراء، فالبعض منهم يسرف بشكل جائر في صيد الأرانب، على الرغم من أن الصيد مجرم في صحراء الربع الخالي بطول امتداد بحر الرمال بين المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان. قد يكون العيش قاسيا في الصحراء،